في إدارة الفنون مؤسسة عبد الحميد شومان. أرحب بكم في هذه الأمسية الفنية الثقافية، ونحن في سيارة احتفالية إدارة الفنون بفنون الأدب العربي، ونحن أيضا في فترة معرض فنانون الأردن، واللي شملها أيضا مجموعة الشهادات والرؤية المتعاقبة لإصلاح الحوار بين المشاهد المتلقي والفنان. اليوم أمسية اليوم تضمن ضيفان فنانان لهم بصماتهما الهامة على الحركة الفنية الأردنية. أنا عايش الأستاذ فاروق الأنس وكنت صغيرا وعايش أيضا تجربة الأستاذ معتن الشريف. سنبدأ تقديم المحاضرة بطريقة التالية، سيباشر الأستاذ فاروق تقديم شهادته ويعقبها شرائح مصورة، ثم يليه الأستاذ عدنان الشريف، وبعدها نفتح الحوار للجمهور. ولكن كمقدمة بسيطة، كما قلت الأستاذ فاروق من فنانين في الستينات، الفترة المبكرة للحركة الفنية الأردنية لم نخوض إلى السيرة الفنية لأنها ستجد اتباعا ضمن إطار الورقة المكتوبة أو النص الذي سيأتي. والأستاذ عبد الحميد معروف لدينا جميعا بإسهامته عبر إدارة الفنون. معظم الفنانين العرب كما هذا تعتبر إحدى المخزونات الذاتية لكل من ويتفاوت أثرها وظهورها في الأعمال الفنية من فنان لآخر، ولا يمكن لأي فنان أن يتجاوزها بفصل أو دون فصل لعلاقتها الوثيقة بالبيئة والواقع الاجتماعي والعقائدي، وبكونها موضوعاً يلفت الفنان لما يحتاجه للتعبير عن البعدين الزمان والمكاني والسكون والحركة. لعدة سنوات كان همي الوحيد هو البحث والاطلاع على الخطوط العربية والتفاعلات الإسلامية في العديد من الأعمال الفنية للخطاطين العرب والمسلمين، في محاولة لنقض غبار النسيان والتهميش الذي يواجهه الحضارة العربية الإسلامية في الوقت الحاضر، تلك الحضارة التي رفضت البشرية بالكثير من الطموح في العلم والإبداع، وامتازت في التطور السريع والمذهل في حق الخطوط العربية والزخرفة التي تعارفتها من البداية، وخاصة في مجال التناسق والإبداع في الشكل والحركة الساكنة التي ساعدت الفنانين على إنجاز مواضيع أقرب إلى الكمال والإعجاز، وهو ما يميز الخط العربي عن غيره من خطوط الكتابة المستعملة لدى الأمم الأخرى والتي تراوح مكانها منذ زمن بعيد، ويعود ذلك إلى علاقة الخط العربي بمعتقدات العالم الإسلامي وتراثه العربي والتي كان لها الأثر بعيد في تطوره وتأثيره على كافة نواحي الحياة الفنية والعملية. وقد كان في التركيزي على فقط الجماليات المفعمة بتشابه التركيب وتداخل الحروف والمدروس بعناية تفوق كل المعايير، والذي يوحي بأبعاد مختلفة وبحركة ساكنة خفية رغم ثبات الصوت. دافعي وغاية من هذه التجربة كان له بعدين، الأول فني ينبح المراد منه تعميق الشعور العام لدى المتذوقين والباحثين في إمكانيات الخط العربي والزخرفة الإسلامية في ربط العمل الفني المبدع المعاصر بعنصر روحاني من تحتويه العديد من الأعمال الفنية التي اتجهت إلى الغرب بحثاً عن عناصر وأساليب لا علاقة لها بنا نحن أبناء هذه الأمة. أما البعد الثاني فقد كان ذاتي بحث له علاقة بالمعتقد والتمسك بالتراث الزاخر الذي يمكن الفنان من إنجاز أعمال ذات جذور تميزها عن غيرها وتربط الناس الماضي بالحاضر على أمل الخروج من مأزق الجهود الذي أصابها هذا الجانب من الحضارة الإسلامية الإسلامية لا مجال لتفريغها. بخصوص التقنية التي تبعثها لإنجاز هذه الأعمال، فقد اعتمدت على قص الحرف بدقة متناهية للمحافظة على شكله العام ومن ثم تثبيته على سطح مستوي ثابت لنقله باللون على سطح الورق المستعمل بالسمكات العالية لتحمل الضغط والاحتكاك لدى استعمال الألوان. وفي بعض الأعمال التي احتوت حرفا بارزا للخطوط، فقد تم نقل أثر الحرف مخصوص بواسطة الضغط بالإضفار
أو قطعة من بلاستيك قد شكل الفروق في الحرق والتداخلات. أما المواد التي استعملتها للتلوين فقد كانت ألوان الشمع المزوج بالزيت بالإضافة إلى الألوان المائية وألوان المواسطة الثالثة. مفهوم الفن لدي مسؤول عن الفن بواحد المقارنة. الفن لدي لغة خاصة ذاتية تعكس تراكمات وتفاعلات الذاكرة والحس الواعي واللاواعي من الفنان. تستعملها وقد تستعملها في كثير من الأحيان للتعبير والاتصال بقصد وبدون قصد. استعمال أساليب وتقنيات مرئية متعارف عليها وغير متعارف عليها ذات أبعاد متعددة تخرج أحيانا عن نطاق استيعابها للوهلة الأولى من قبل الفنان نفسه. فكيف بالطرف الآخر؟ أقول المتلقي. لا أريد قتيل من جانب متلقيه وأنا أعتقد أن الفنان مقصود الفنان يسكت لعمله ثمن. والعمل الفني المبدع يحتوي في حيثياته الماضي والحاضر والمستقبل. وكثير من الفنانين فهمت وقدرت أعمالهم بعد رحيلهم ورحيل من لم يفهمهم في حين. بعد تقرير سأقوم بعرض مجموعة من الشرائح تعكس تجاربي وأعمالي الفنية في فترة بين 1969 إلى 2000. أما ما قبل ذلك للأسف لم أقم بتوثيق أعمالي في تلك الفترة. وأنا أشكر دائرتكم والقائمين عليها لإتاحة الفرصة في لقاء هذا الجمع الكريم. هذه الفرصة التي دفعتني إلى توثيق العديد من أعمالي وإدراجها على أقراص الحاسوب التي تسهل كثيرا العودة إلى النسخ المصورة واستعمالها مستقبلا لكافة الأغراض بصورة مطابقة أكثر من النص. استمعكم مثلا إذا أطلت عليكم فأنا على استعداد للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات بعد انتهاء هذا اللقاء. نشكر أستاذ فاروق ولكن هناك تعقيب بسيط تأكيد الأمسية أننا نريد أن نعطي كلمة ونفضل الكلمة للأستاذ عدنان الشهيد حتى نفتح ماكينات التهوية مباشرة بعد كلمته ثم يتقدم الأستاذ فاروق لتقديم استعدادات اتباعا لأن الصوت يتداخل مع صوت الآلة للتخفيف على دون الضغط الحار. فتفضل الأستاذ عدنان وقدم منذ الطفولة أميل بطبعي إلى الصمت المتعمد. كانت سلوتي وملاعبي الأوراق البيضاء والألوان الخشبية والشمعية ومعجون الطين وخرج شوشارة الذهن على هوامش الكتاب المدرسي رسوما ساذجة فطرية لواجب من الأصدقاء وأشكل من الطين الفطرية ضد الأشخاص الذين أعرفهم إنها لغة تعبيرية لما قبل الأجيال. أشعر بأن الموقف تواكب النمو العمري تزداد صورا متميزه في فتره المراهقه والتغيرات النفسيه والجسمانيه على تكوين. لقد كبرت المساحه التي رغبت بالرسم عليها في يوم صغير من الاجازه المدرسيه وانا في الثانويه العامه. اغلقت الباب وبدات بالرسم على جدار مساحه متران بمتر تقريبا. وبعد ساعات من المتعه في الرسم والتلوين بالوان الدواش على جدار الغرفه شعرت بانني انجزت رسما. أعدت الأثاث إلى موقعي وعدت إلى صمتي أترقب منتظرا ردود فعل العائلة. كنت قلقا وحين سألني والدي هل هناك مادة مثبتة لتلك الألوان هززت برأسي بالإيجاب إنها شعرت بالإخياء فرسومي موضع تقرير. ولكن حين قررت أن ألتحق بكلية الفنون الجميلة كان قد الفن لا يطعم خبزا. لذلك قررت البديل كلية الآداب قسم التاريخ لكي يتعمق في دراسة الحضارات وفنونها المتميزة. بالطبع لم أقطع عن تجديدتي فكنت أرسم وأدون في وقت فراغي وأذهب إلى صالة العرض لمتابعة معارض بيروت. وكان لدي أن أقيم معرضا في صالة الجامعة وأشارك في رسوم الديكور المسرحي لطلاب جامعة بيروت العربية. وبعد أن أنهيت دراستي للتاريخ شعرت بهاجس وإلحاح داخلي لكي أتعمق وأدرس الفنون الجديدة أكاديميا. فالتحقت بكلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية وهنا تعايشت مع مناخات جديدة طالما تسوقت بمعايشتها. لأجد نفسي في المرسم أتحلق مع زملائي حول الموديل أو نذهب في دراسة حقيقية للطبيعة والأسواق. شعرت بجدية الأمر وبدأت قدراتي تأخذ مسارا جادا مع توجيهات المدرسين.
نطموح الفني يمكن يدفعنا دوما للرسم والتلوين لحميمية واخده للانعكاسات العالم الخارجي وتأثيره على العالم الداخلي. تتبلور تلك الشخصيات النفسية والحسية في قالب التشكيل. أعالج أدواتي ومفرداتي الخاصة بالأسلوب الذي يكشف عن كلها عقلي، وأكتشف قدراتي في سبق ضوء المواد التي أتعامل معها متمرنا على القولبة. فكان استخدامي للمدرسة السوفياتية لأسخر من واقعية الحياة اللاواقعية التي نعيش بها. إنها مراحل الانتقال والنضوج تأخذ مسارا بشكل من نفس تشخيصية طموحي الاحتراف. فلكل معرض أهم بإعداده يكون له وجود خاص به، فلكل فترة زمنية شحنة داخلية عاطفية تختلف عما سببها نتيجة علاقة جنانية لما يحدث في العالم الخارجي. وكان لي في بيروت أن أشارك في تصميم العديد من المنصات التصميمية وتصميم أغلب الكتب الأدبية وأرسم بدون نشر تعنى بالصحة وبالأطفال ومشاركة المهرجانات الفنية في بيروت. أشعر دوما بالرغبة باكتشاف قدراتي الفنية وتعاملي مع تقنيات جديدة كفنون الطباعة الجرافيك، ولقد قمت بالحفر على الزينة والطباعة على الحجر الليثوغراف وزراعة ذات الطبعة الواحدة، وشاركت العديد من المهرجانات العربية والدولية. في هذا المطار تعرفت على العديد من الفنانين وتبادلت معهم الأعمال الفنية أثناء تلك المهرجانات. وفي مرسومي حيث أشعر بالمخاطر الإحساس تعبير عن كروني انطلق بغرامات لونية من فرشات على القماش أو خطوط جرافيتية على مساحة ورقية أو معدن. أرسم بتلقائية وألون، أحمل في مشاعري الإيقاعات المتنافرة، فأبدأ بضبط الإيقاعات التشكيلية المتناسبة مع حميمية الإنفعال، بضبط التكوين اللوحة حين تكتمل أضعها أمامي ناقدا لنفسي، فأحكم عليها بالإنذار حين أقرر التوقيع عليها أو أضعها جانبا لإعادة النظر فيها لاحقا. ومن الطقوس التي أقوم بها في مرسمي هي وضع الموسيقى التي تناسب الحالة النفسية مما يساعد لأنطلق بأول ضربة فرشات على القماش أو الورق. وهنا أشير إلى تجربة قد كنت بها على مسرح كراسيا في مهرجان جرش عام 94 مع فرقة الجاز الأردنية فاكولتي إكس. فلقد رسمت جداريا أمام الجمهور وعلى الإيقاع الموسيقي بألوان الأكريليك على القماش من ساحة متران كيندن. لقد أقمت 10 معارض فردية منذ عام 86 إلى عام 99 والعديد من المعارض الجماعية بالدول العربية والأجنبية. ففي عام 87 حصلت على جائزة الشراع الذهبي في ميدان العاشر لدولة الكويت، وفي عام 95 شهادة تقديرية من بلاد الشارقة. بعد خوضي تجارب تشكيلية عديدة وجدت أن المدرسة الشمولية كل بما أطرح به متحررة من القولة. فلوحتي تحمل من مساحاتها اللونية التجريبية التعبيرية متناغم مع تشخيصية الأكاديمي والخط الهندسي الحاد متجاور مع ضرب البشر المرة. فهذا التضاد في تداخل مساحة واحدة أجمعها في بنائية محكمة لتكوين المساحة، فلدي الهم بأن أخلق اللوحة التشكيلية المعاصرة الخاصة بي. لها قيامها أمام عين المشاهد إنها انعكاس للعالم الخارجي الذي يحيط بها بواقعية صعبة لتطورات الصناعة والأزمات الاقتصادية والسياسية والحقوق وانتشار التلوث البيئي، مما تغرقنا في حالة من عدم الالتزام وتغرقنا في الاكتئاب، مما يؤثر على الجمهور الواسع المتلقي الباحث عن أولويات لقمة العيش. أما بالنسبة لي فأنجو من ذلك كله بالعلاج الفني، فأهذب عالم الداخلي من خلال سماعي الموسيقى المختار ومشاهدة الأفلام الفنية ومطالعة الفنون والآداب والطبع الاهتمام بالإطلاع على تجارب الفنية وعرض الآخرين على الوسع. لقد شاركت العديد من مهرجانات الفنون التشكيلية العربي والأوروبي، فله عظيم الأثر من إغناء الحس الجمالي وتراكم الخبرات المعرفية والتواصل مع تجارب الآخرين، حيث المراسم المشتركة ومشاهدة التجارب العربية للفنون وتقنيات الطباعة ومشاهدة الشرائح المجوهرة في كل أمسية في أحد الفنانين المشاركين، فتكون لغة الفنون التشكيلية الأكثر فعالية من المحادثة حين تكون اللغة التشكيلية الأكثر فعالية من المحادثة أن يكون الفنانون من دول عدة حيث تكون اللغة المشتركة فيما بينها الأعمال الفنية. فمن خلال عروض الفردية والجماعية أحرص أن أقدم تشخيصية همومي المشمولة
كيف التمريك يبتعد عن سير الدوحة التسويقية أو لإلقاء ما يطلبه المشاهدون، بل إنها دعوة للمشاهد للمشاركة باللوحة ضد ما تحمله من شحنات خاصة تنفذ إلى الإحساس. وفي عام الماضي 99 أخذت أول معرض للتصوير الضوئي بعنوان ربيع الدار، حيث رصدت العدسات المقربة جمالية تكوينات الضوء الساقط على البرود والأصهار وأوراق الأشجار تعبرها عادة الظل وزهاء المحيط، إنها أدوات بديلة للفرشية والأزمة. شكرا للاستاذ الفنان احمد شبيب، وكما طرح عميش لدينا فنحن امام كما سنشاهد بشرح صوره فنانان تعالج تقنيه وزاره الانتاج كما سمعت الشرائع، ولكن لم يرد هذا الحوار بيوغرافيا يعني بخصوص التواضع، انما انا اوضح قليلا في البيوغرافيا. اود ان اشير الاستاذ معروف له باع في سير الحركه الفنيه منذ انشائها، سواء على صعيد الشهره والفنانين وعلى كل فعاليات من الستينات. الان سأدير المجال لعرض شرح مصور ونبدا الاسئله فيما بعد. كل الأعمال اللي راح تشوفوها تقريبا معمولة بألوان
الشمع المنضوج الزيت. طبيعة صحراوية. منظر من شمال الأردن. أحد البيوت على أحد التلال. وضرور للغسيل على أحد الغسيل. حصان عربي له مكان في التراث العربي. فتطرق إلى الشعراء والفنانين ولا زال الآن الحصان العربي هو أحد الرموز للحضارة والتراث العربي. الباستيل المطلوب بالزيت بتلاحظوا بالتقاليد المعاناة بفرش اللون، لأنه الألوان زي ما قلت محددة جدا حوالي 30 لون موجودين بالسوق، فمن 30 لون راح يستمروا في من الطعم الألوان بتاعها، فالعملية إنه لازم تخلط لون لونين ثلاثة حتى تطلع التونات بتاعنا من نفس اللون. العملية صعبة لأنه بدها فرش عن الجسم وكبس بالاصبع. الدائره البطنيه في المنظر ما زال يتكرر الان مع انه الناس تطور وصار عنده خيمه بتاع مواسيع حديثه وقماش مزخرف. البدايات كانت اقرب الى الحياه العربيه. قسم الحضانة في شمال الأردن شمال شرق الأردن. أظن أن الفوكس من التصوير مش من الخيال. أحد الأسواق العمانية القديمة اللي هو شارع سوق السير، أراضي مدني شارع سوق السير. رسمت 82 كمان نفس الجانب الشبه الغربي الموجود في عمان. القطع والغسيلات المشهورة أحد المناطق الطبيعية المحيطة بمنطقة عمان. هذه اللوحة على بنتي وهي صغيرة قصر عمر واحد الجوال من البريد المنطقة. طلعت عجلون في وقت الشبابية. منطقة زي فيها شعب أحد
عمان في منطقة الأشرفية، والتي معظم سكانها تقريبا من الإخوة الفلسطينيين. زي الجحود الشخص الموجود على الدرج، لأن المرأة الفلسطينية تحمل ابنها وشعب جديد. أحد اللوحات الطبيعة الصامتة مثل بنفس الأسلوب نفس المواد، كمان طبيعة صامتة. الباز مش تراثي، الباز أصله يوناني، لكن لون الجبل يمكن استعمال اللوحة. الأعمال التي نقدها صورة أنوبر، هاي القضية الإدامية اللي بتتعلق فيها الحرب المناخة، اللي هي الطريقة اللي استعملتها في كبس قطعة الورق الكرتون لإبراز الحرب المخصوص بالأصل وفقط خلف الورق. أما الخلفية فهي عبارة عن خطوط، كمان نقول الخطوط العربية حرب خلف الباب، ومركب اللون الأبيض والورق الأبيض فوق الأرضية اللون. نفس الشيء نقع على طرفتين، طرفة بيضاء خارجية وطرفة داخلية. وتلاحظوا قديش بيعطيكم الأبعاد داخل الدورة، يعني عندك ثلاث أبعاد: البعد اللي يعطيك من الحرف النافع، سطح اللوحة المستوي، والأبعاد الثانية داخل الدورة. نفس الطريقة تلاحظوا دول المفردات التراثية البنائية استعملت في المعظم الأدوية الإسلامية، القوس الذي يشبه نخلتين متقاربتين. استعمال الألوان في أطباق الطعم كاملة، تعرض المنطقة الصفحة هاي كثير قريبة للشخص الناظر، وفي البيت يبلش وراها عدة طبقات من الحرب العربية. طبعا مجموعة من الحرب العربية ملهاش أي معنى، ولكن جابوا ترتيب الحرف الألف والواو. الواو استعملت كثير في المسج. نفس الشيء استعمل زهر الإسلامية مع الحرف العربي كذلك. لأن الثلاث أعمال هذول عرضوا في الأخير فنته دارة الفنون، وهذا ما أعلم. من الأعمال الجديدة القديمة، يعني كنت دائما أضيف على بعض الأعمال القديمة. نفس المفردات هذول الأعمال، أقول لكم إنه هذول يرجع للواقعية الأعمال. أعمالنا هي اشتركها في بداية السنة هذه، ولم تشتغل على هيبولي. زهرة البلاك ايس يسموها الصفقة السوداء اللي بيشتغل فيها الأردن. المرأة الأولى طبعا
تسهيل أحد البيوت الموجودة في منطقة القطار. تسهيل في منطقة القطار. طريق داخل القطار. هذه المواقع القطرية هنا. وادي الوارع وصلت من أركان العمل. منطقة طبيعية جدا ومشابهة تقريبا للجانب الإنساني للموضوع. الانجرافات اللي بتصير بالمنطقة بسبب السيول اللي تكبر بالشتاء. الفترة هاي فقط ما راح الشتاء، أحد البيوت وضع قديمة. من وادي بايا أيضا. بعض الأعمال اللي اشتغلتها كان فيها مفردات من التراث. إذا بنلاحظ بمعظم الأعمال البسط المصنوعة في البرجر بيعتمدوا الوزارة المربع في الرسوم والرموز اللي بيطبعوها. بهذه اللوحة فيها الصلصلة السوداء بس مطروحة بأسلوب ممكن أعتبره معاصر، مع إنها تلبس نفس الباقي المواد اللي بتستعملها اللي هي البلاستيك والمزوج بالزيت. هذه أيضا نفس المقلات المثلثة والمربعة. هاي نفس الصورة. شكرا لكم. هذا اللي حس ممكن ننميه في منطقة منهم فنانين ومن الأطراف.
معروف أيضا له ممارسات جرافيكية، يعني عمل في مجال الدعاية والتصميم والبوستر، ولذلك نجد هذا التعدد في التقدم بين الجرافيك لوحة أكريليك على القماش مثل مساحة مثل لو حابب بسنت في على مسرح كراسيا مع دكتور فاروق إيليس. هذه الأحبار الإيكولين على الورق مع نوع الكشف، يعني الترتيب
القوى الاستنشاق بينهما يوجد قوة نبات ما احترم يعني انا الناس حاولوا يدخلوا الحق العربي
بس عشان يبين انهم مهتمين بالتراث. انا لما اشتغلت الاعمال تبعي ان المنصب طالع دوحه معاصره ولا اغير اسلوبي، لا انا بحاول ادخل هذه التجربه حتى اشوف ايش بقدر اطلع منها. يعني اشمعنى مثلا الحرف الصيني او الياباني المستعمل بالشرق الاقصى نفس البرشاي اللي برسموا فيها الحرف هي نفس البرشاي اللي برسموا فيها، حتى بتشوف بعض الضربات فكروا هي حرف فرعون بيستعملوه، ما فيش فرق بين الاثنين. ليش انا بستعمل الحرف العربي لما اطلع منه لوحات الها قيمه ثانيه؟ يعني بعض هذا الدافع يعني. يعني انا مثل الشهادات اليوم اتمنى لو يكون في تركيز الاستاذ فاروق والاستاذ عدنان على تجربه مهمه ربما يكونوا خذوها بفكره معينه من حياتهم، هي تجربه التصميم بحد ذاته، التصميم الفني الجرافيكي سواء للمنسقات او للكتب الالف لما شابه ذلك. كون عندنا بالاردن هنا للاسف يعني التركيز على مثل هذه الفنون بمراحل تاريخها كله تركيز قليل جدا وغير مهم. الاستاذ فاروق معروف بعمله بتاليفه مع التصميم تحديدا في الملكيه، وايضا الاستاذ عدنان له تاريخ كبير ومهم في هذه التجربه. اتمنى حقيقه انه يعني نهايه الممارسه اللي وصل لها فاروق، نهايه الممارسه اللي وصل لها عدنان ما زال يحكمها الرابط الاساسي في العمل الفني وهو التصميم الجرافيكي. يعني حتى عدنان في معرضه اللي شفت سيداته الاخير بالاصلاني هو كان مصمم وكان ملون ناجح بالدرجه الاولى اكثر من انه يعني لوحه منفلته بالحداثه. هاي النقطه تحديدا انا حابب السؤال يعني يكون في اجابه من الاستاذ فاروق والاستاذ عدنان انه علاقتهم مع التصميم كيف بدات وكيف انتهت؟ أنا لا زال أمارس على مهنتي كجرافيك ديزاينر. بعتقد هدف الاثنين شيء مختلف جدا عن بعض. ممكن العلاقة الوحيدة اللي هي الوزن الموجود بالعمل. إنك تبرز المساحة هاي كيف تعبيها. أما كقيمة بتضل على الجرافيك كلمته رومانتيه ولفتره بسيطه وهروب. يعني قديش فنانين الجرافيك بكل العالم سووا اعلانات ومصاميم وبوسترات وافيشات اخبار. الناس تتكلم شهر واحد بس يروحوا ينحطوا لبعضهم وينسوا. بس العمل الفني لا ينسى. العمل الفني له قاعده له حس حس انسان حس بني ادم حس فنان وهذا مش موجود في العمل الجرافي. وهذا ما يعني كان لازم مدينة في العمل الجرافي. انا كمان بدي اسس نظم ومعايير معينه لكل واحد عارف. ارجو ان اكون جاوبت. ما في شيء اضيفه من الاستاذ فاروق عرف كل شيء من انا موافق عليه تماما. سنبني الان سؤال على موضوع سؤال توظيف الحرب. انا الحقيقه معجب جدا باستخدام الحرب كما لاحظت بعض الجنائيين. اول مره الحرب تطلع من الفريم تطلع في اللوحات البيضاء وعمل الحرب ريليف وطلعه من اللوحه اللي جوا. هاي انا حسب قراءتي متواضعه تشريع جديد لتوظيف الحرب في اطار لوحه بدون يكون لها وزن اوبسيديان يعني لوازم مساحة الجمهورية أو لوازم خارج عن الأرض. النقطة هامة جدا جدا سؤال الناس والله. النقطة الثانية قضية التدهور بسرعة جدا عن موضوع التصميم والتلوينية في القضية. يعني لا يقدر الفريق التشكيلي أن تكون ملونا فقط في فرنسية تاشي ملونا فقط ما فيش ديجرام ما فيش تصميم.
المليء بهذا الإدخال ونصعد نوع الإدخال ما بين التصميم والتدمير، وهذا القاس المشترك بين الاثنين. يعني بنائية عدنان الرأي الشمسي يضع البنائية بكل حريتها في قالب تصميم عصر من سعدية وقروب إلى بعض الحاضر إلى من التدمير. سؤال أخير كما تعرفون طبعا لكن داخل بسيطة السؤال أنا دائما كانت يعني يعرفوا أكثر من زراعة الإبداع ترجعوا إلى داخل أول زي التصميم. لا أنا بشوف المشروع إلى تقوم بتعمل شريك هناك تمكن موافق من كيف الدراسة نفسها أي الدراسة تطورت فالمتابعة عمل جنيه لما تعمل شريك عشان تشتغل بواقعية ومنظومة استلامية ولماذا يعني يحصل هذا العمل ديكوي أو تسجيلات فالحال أسرعتنا من كده بالضبط عن تجربة رسم الكلام وإيقاع الكلام تجربة مع الموسيقى واللون نفسه يعني كيف تحويل السمعي إلى بصري ومن أي مرجعيات هل هي أساسات نفسية وتحركات عشوائية داخل الصدى أم هي دراسة رياضية للمدة الموسيقية المتوقعة وتعيد إنتاجها عبر مثلا زمن اللون طول اللون وزمن مدة إطلاقه تجد إيقاع الموسيقى والسمع كيف تبدأ؟ يعني بداية ممكن أحدثك عن البدايات اللي قلنا عنها سوريانية هي أغنية ليست سوريانية هي قالب الشعر يعني هي تأثير الشعر على يعني دائما في كرسة في طقوس في عملية الأداء أنا من ضمن الطقوس هي إنه أضع موسيقى مناسبة بمغزى وأفضل شيء من الشعر اللي بيعطيني شحنة عاطفية ما اللي بيحركني وبعدين أبدأ بدون أي سابق تحقيق الموسيقى هي موسيقى الشعر والموسيقى المحيطة هي مثلا في عملية الإحساس والتجريد في عملية ما في داعي يكون في هناك شخص هناك في الدور هو يعطي أداءه وحركته بشكل عاطفي وشفت اللوحة اللي رسمتها أنا على مسرح دراسي أمام الجمهور بدون أي نوع من التخطيط هم بدأوا يعزفوا موسيقى جاز فأنا مباشرة من علبة الألوان على القماش والفرشاة كنت يعني أرقص من لون هذا ممكن اللي يعطي وبالنسبة لمعرض فلامينغو الإسباني بنفس الإحساس حركت الأشكال الهندسية من مثلث إلى دائرة إلى حرف وممكن أحرك عليها البروفيل بس مجرد